أبقى دائما مع أسواق الخضر والفواكه، لكن هذه المرة مع الرقابة والأسعار، حيث شهدت أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل ارتفاعا جنونيا في الأسعار، الذي أدى بوزارة التجارة لاتخاذ كافة التدابير. الزميلة جليلة بالحاج رافقت أعوان الرقابة في خرجة ميدانية وعدت بالتالي. 12000، نعم الحمد لله، كاين حتى ب 16000، نعم كاين الفلفل، كاين البطاطا ب 3000، عندنا ثاني دوزها لي، عندنا كل حاجه كاينه. يتبدا يا شيخ، ما تخليهاش هكذا. لا هذه هي حال اسواق الخضر والفواكه، فنيران الاسعار تلفح جيب المواطن رغم تطمينات وزاره التجاره، وهو ما وقفنا عليه في جوله قصيره الى احد الاسواق بالعاصمه رفقه اعوان الرقابه. مصالح الرقابه كل الاعوان موجودين في الميدان مجندين، حتى العطل يعني ما ولا واحد راهو في عطله، يعني كلنا رانا ريكيزيسوني بور لو كونترول دي مارشي اي دي دو توت لي اكتيفيتي، خاصه فيما يخص الاسواق البلديه، الاسواق الجواريه، كل الاسواق تسيبي فيهم اعوان الرقابه، سواء اعوان الرقابه تاع الجوده او الاسعار، متواجدين بدءا من افتتاح السوق الى غايه ان يغلق هذا السوق. وضعية جعلت ممثلي وزارة التجارة وأعوان الرقابة يسلون سيف الحجاج في وجه التجار غير النزهاء، وذلك باستدعاء كل مخالف يقوم بمضاعفة الأسعار. أختي مشي وقتها، اللفت هذه راهي ما كاش قاع، وراهي في السوق قاع ما كاش، هذا اللي نجيبها للسرفوا غالية، تسوى 12000 نبيعها ب 15000، البسبس كيف كيف سلامام يسوى 15000 نبيعو 20000، هذو ما كاش، واش هذوك تجيبهم ما تجيبهمش. فيما يخص سوق علي ملاح بالخصوص، قمنا باستدعاء كل التجار الذي قاموا بارتفاع برفع الأسعار المتمتة في مادة البطاطا والخس والقرعة والطماطم، حيث قمنا باستدعائهم إلى مقر مفتش تابع لسيدي محمد، وذلك من أجل تحرير ضدهم محاضر رسمية. ارتفاع أسعار الخضار بات عادة سيئة تعود كل شهر رمضان في ظل وجود تجار غابت في قلوبهم الرحمة في شهر الرحمة، فهل ستفلح إجراءات أعوان الرقابة في وضع حد لهذه المظاهر السلبية؟